السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناة عالم الطبخ. جبت لكم اليوم صابلي بريستيج بحشوة بنينة بزاف راح تعجبكم. ما تنساوش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودرك نبدأ في الوصفة على بركة الله. حنبدا في الوصفه تاعي. حطيت 250 غرام زبده وحطيت كاس سكر كلاصي، ومن بعد نخبطهم بالباتر. كنت حنستعمل الباتر مي قلبتها بيدي خير. ومن بعد حطيت قرصه ملح وفاني ونخلطهم مع بعضهم كيما هاك. حطيت بيضه واحده وصفر بيض وخلطتهم مع بعضهم. حطيت كاس نشا وخلطتهم مع بعضهم، نخلطهم مليح. ومن بعد نحط الفارينة في الصفية كما هكا ونصفيها. نحط ربع مغرف صغيرة خميرة كيميائية مع بعضهم ونصفيهم مع بعضهم كما هكا. بعد نخلطهم مع بعضهم. دركا حطيت كاس الاول تاع الفارينة ونشوف معاها، وكل مرة نزيد حسب الحاجة حتى تتلملي وتولي عجينه طريه. نحبس هنا العجينه راهي تلمت، شوفوا زيمه حتى كون تجربوا تكعبرها تتكعبر لكم. هنا جبت المول هذا اللي حنستعمله، دهنته بالزيت ومن بعد حطيت فيه الفارينه باه كي نحط العجينه تاعي ما تلصقش. العجينه كعبرتها ومن بعد حطيتها في المول، ومن بعد نبدا نخدمها كيما هكا، نمشيها في المول كيما راكم تشوفوا. كل مره مشيوها كيما هكا والزيت نحيوه. كيما راكم تشوفوا حندير معاكم الثانيه كيما درت الاولى. بعد كعبرتها ومن بعد حطيتها في المول، ومن بعد نخدمها نمشي صبعي كيما هكا. تبقاو تمشيو كيما هكا والزيت نحيوه. تبقاو ديروا هكا مليح، لازم ترقوها مليح به بعد كي تحطوها طيب تتنفخ لكم اصلا. هاني درت معكم الثالثه نفس الطريقه تاع الاولى. دوك تقولوا لي عليها باقيه تعاودي لنا، راني نعاود حسب كاينين بالناس ما جدد ما يعرفوش كيما هكا. أو بالطريقة هذه حتى تكملوها. راني نزيد نعاود معاكم نفس الخطوات الاولين، وسهلة ما فيها والو، ما تجيكمش صعيبة كتعودوا ديروا فيها. ودرك بعد ما كملتهم بكل وليت ننقب فيهم بالفرشيطة كما راكم تشوفوا باه كي نحطهم يطيبوا في الكوشة ما يتنفخوليش. درك نحطهم يطيبوا في الكوشه على درجه حراره 160 درجه، نخليهم حتى يطيبوا ونحيهم. هنا حنبدا نخدم الحشوه. حطيت 3 مغارف كبار كوكاو و 3 مغارف كبار قاطو مرحي، وجبت كوفريت في التتو كيما راكم تشوفوا، وحطيت حلوه الترك. من بعد حطيت لها النوتيلا ونخلطها كيما هكا، نحركها مليح. هنا بعد ما خدمتها بالنوتيلا وكملتها كيما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه. صدقوني يا البنات الحشوه هذه قد ما راهي بنينه ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعها. كي تحطوها في الصابلي تاعكم يجي بنين بزاف. جربوا الصابلي تاعكم بهذه الحشوه وردوا لي في التعليقات لا كان عجبكم. هنا حنا نحشي الصابلي تاعي. حطيت النوتيلا كيما راكم تشوفوا، ومن بعد حطيت لها الحشوه اللي خدمتها معاكم كيما هكا. ديروها كيما هك، وحطيت لها الشيكولا من الفوق كيما هك. الشيكولا اللي حطيتها دوبتها وحطيتها فوقها. بعد زينتها بالجوز كيما راكم تشوفوا كيما هكا. حنا ندير معاكم الحبه الثانيه. حطيت فيها النوتيلا كما راكم تشوفوا كما هك،
ومن بعد نحط فيها الحشوة اللي خدمتها معاكم كما راكم تشوفوا. ومن بعد نحط لها الشيكولا بعد ما ذوبتها، نمشيها هكا نغطيها مليح بالشيكولا، ومن بعد نحط لها الجوز كيما هكا. هذا هو الشكل النهائي كيما راكم تشوفوا. وصفه سهله ما تديش من وقتكم بزاف وتجي بنينه. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش تديروا أبوني وجيم وتشاركوا الفيديو، ودمتم في رعاية الله، أبقوا على خير.